اخواتي الاستاذ رمزي. جميل. تفضل. انا والاستاذ رمزي. والاستاذ رمزي. انا والاستاذ رمزي. الاستاذ رمزي. وانا وانت. وانا حضرتك عارف ان انا كل يوم الحصه الاولى بحكي غياب عشان خاطر عارف انا باجي الاقي الاف ومنك الاستاذ رمزي قال ما يعملوش حاجه. قلت له بقى عشان خاطر ابو سيدك مضرب عليه بقى ما مش مشكله ابدا. هو يا الله وانا انا بقول فيك بحقيقه انا 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 هي المشكله ان ايه؟ ان اول ما حد ما تتكلم معاه بس انت هو انا مطلوب منك بس تتكلم من الجميل ده عشان اخرجهم من ريان يبقى انا مجنون عندك عشان تطلع كده معايا قديمه كده في القضيه بربر ليالي وفي المحل خلاص بس ادي الحكايه يا حضره الناصر.